معاكم من جديد ونوصل حوارنا مع نجومي في الاستوديو النهارده نجم مصر ونادي الاسماعيلي كابتن حمزه الجمل وكمان واحد من نجوم من النادي الاهلي ونجم مصر كابتن محمود ابو الدهب. كان عندي سؤال ليك مهم جدا يا كابتن حمزه، زي ما سالته على انا قلت ترتيب النادي الاهلي في المركز الاول 45 نقطة، عايز كمان اتكلم على الاسماعيلي في المركز العاشر 22 نقطة، بس استاذن حضرتك كان في هاشتاج على الصفحة الرسمية لقناة النادي الاهلي عاش ثابت ومات بطل، جالنا رسائل كتير جدا، خلوني برضو قبل ما اسال حضرتك كابتن حمزة اقرا لحضرتك الاسماء. في احمد نبوي، الله يرحمك يا بطل يا رمز من رموز الاهلي، شرفنا ابن الحوامدية. في وردة علي، الله يرحمك يا كابتن ثابت ستظل في القلب. في بوسي لاشين، رحم الله كابتن ثابت البطل. في عمر نجم، رحم الله كابتن ثابت البطل ورمز من رموز النادي الاهلي الاوفياء. في محمد خليفة بيقول 12 سنة فاتت والبطل في قلب كل اهلاوي ويجعل مثواه الجنة. في مكة حاطط صورة كبيرة للكابتن ثابت البطل، وهو الصورة بتاعت الملعب الشهيرة في مباراة كل الحربية. في أحمد، رحم الله رمز الانتماء. بازا اسم الأكاونت كده، عاش ثابت ومات بطل، الله يرحمك يا كابتن ثابت. في كمان محمد رمضان، 12 سنة فاتت ولسه البطل في القلوب الأهلوية، ثابت عاش ثابت ومات بطل. في يحيى فؤاد، مترجم مانو زي، عجبني كلامه جدا عن الكابتن ثابت البطل. في كمان رسالة عشان أعرف الأكاونت، الأستاذ أحمد عبد المترجم السابق لمانويل جوزيه بيحكي واقعة، بيقول مانويل جوزيه قال لي وقتها بعد المباراة إنه لم يرى أحدا طوال حياته بهذه القوة والقدرة الرهيبة على محاربة المرض ثابت البطل. هو بيتكلم عن نفسه كمان أستاذ أحمد عبد، بيقول كل مواقف الكابتن ثابت كانت تعكس حبه وعشقه منقطع النظير للنادي الأهلي، ويكفي إصراره على حضور مباراة الزمالك قبل وفاته بيوم، وواحد من عظماء النادي الاهلي ثابت البطل. في احمد سليم، لما يبقى في الملعب يساند الفرقه قبل وفاته بيوم اعرف ان حبه للنادي ما كانش عادي، عايز ثابت ومات بطل، رحم الله الاسطوره وواحد من اساطير الكيان الكابتن ثابت البطل. في عبده البنهاوي بيقول عاش، ده عبده البحراوي بيقول عاش ثابت ومات بطل، رحم الله ثابت البطل اسطوره النادي رمز الرجوله والانتماء للاهلي اساطير الاهلي. في محمد علي، عاش ثابت ومات بطل، رحمه الله عليك يا عاشق الكيان لن ننساك. في مريم ماجد بتقول بطل من جيل الاساطير، عاش ثابت ومات بطل. اكيد معانا رسائل كتير جدا، بس عشان وقتنا وارجع لضيوفي، كابتن ثابت اتكلمنا عنه كتير جدا وهنظل نتكلم عنه لانه واحد من رموز النادي الاهلي، علمونا الوفاء والانتماء والرجوله والجدعنه والاخلاص للفانيله الحمراء، وكفايه الموقف اللي كل الناس بتحكي عنه اللي انت لغايه اخر دقيقه في عمرك موجود في الملعب، موجود بتشوف شغلك عشان الاهلي يبقى على منصه التتويج. كابتن حمزه، كنت بكلم حضرتك قبل ما نقرا الرسائل، مرق النادي الاسماعيلي في المركز العاشر 22 نقطه، مركز لا يليق بالنادي الاسماعيلي. يعني خلينا اقول رحم الله كابتن ثابت واسكن فسيح جنته، وهذا الدعاء ليس دعاء لسان وانما هو دعاء قلبي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الاعلى ان شاء الله. يعني والله هذا الدعاء من قلبي لهذا الشخص ولكل اللي لقوا الله عز وجل، يعني ان يغفر لهم جميعا. يعني ما دام حضرتك قلت كده خليني اقول ان الكابتن ثابت البطل انت مضيت معاه عقد وكنت هتبقى موجود في النادي الاهلي. هذا والله بغض النظر، هو شخصيه محترمه، شخصيه يعني عندها انتماء، عندها ولاء، حب للنادي، يعني شخصيه منضبطه تحب شغلها. اللي انا قلته صح ولا غلط؟ لا صح. يعني انا ما احتكتش بيه فتره طويله، انما هو رمز من رموز الكره المصريه ورمز من رموز النادي الاهلي، والانسان لابد ان يعني يترحم على المسلم يعني او غير المسلم، ونسال الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. يعني انت حركت فينا مشاعر، يعني ان احنا كلنا هنلقى الله سبحانه وتعالى وكلنا محتاجين الدعاء بعضنا البعض، يعني ان ربنا يغفر لنا جميعا. يعني خلينا نرجع لان الرسائل اثرت فيها كتير، يعني انما نرجع للسؤال البوينتس. يعني فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، لم تحدث يعني على مدار التاريخ ان يبقى في فرق كبير جدا في النقاط. يعني وده يعني سببه يعني فيه
بعض المشاكل في الاسماعيلي البدايه او في غير موفقه او في لسه النادي الاسماعيلي مريض شويه بيتعافى، بيتبني جيل جديد وده وارد في كره القدم انك بتصنع جيل جديد فلابد ان يحصل نوع من الهزات بياخد وقت. انما النادي الاسماعيلي قادر ان هو يرجع تاني ويحط وضعه طبيعي جدا في يعني نقول في المقدمه في المربع الذهبي، الوضع الطبيعي للنادي الاسماعيلي ان هو مش هنقول ينافس لحد اخر لحظه، لا يرجع لوضعه الطبيعي. فاعتقد ان مباراه يعني النادي الاهلي القادمه دي غدا اعتقد ان لها حسابات خاصه عند اللاعبين وعند الاداره وعند الجمهور وعند الجهاز الفني جديد بقياده اشتراكه وجهاز باقي ابو طالب ومحمد محسن ابو جريشه وسعفان وكل الاجهزه الاداريه والطبيه، اكيد في نسبه تركيز عالي جدا ان هم عايزين يخرجوا من 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 النقاط الكبيره جدا وضعهم العاشر، دي مهمه قوي. بعد الخروج من الكاس لابد ان يحدث هزه معنويه مع نادي كبير زي النادي الاهلي ان هو يحقق نتيجه واداء. فاعتقد ان المباراه يعني الفرق كبير جدا، يعني اول مره اشوفها يعني فرق 45 21 نقطه، يعني فرق كبير جدا يعني مؤلمه فعلا، يعني مؤلمه للنادي الاسماعيلي وجمهوره ولاعبته، ولابد ان اللاعبين يدركوا هذه الاهميه. فتحتاج مش جهد مضاعف بل جهد غير طبيعي عشان النادي الاسماعيلي يرجع لوضعه الطبيعي يعني. ولازم مش عايزين نقول يعني ان هو يخش في مرحله متاخره او الى اخره، لا النادي الاسماعيلي هيرجع ونتمنى عوده النادي الاسماعيلي، ان عوده النادي الاسماعيلي برضه بتضيف للدوري المصري، عوده النادي الاسماعيلي بتضيف لمنتخبنا الوطني. النهارده بتشوف منتخب مصر ما فيهوش لاعب من النادي الاسماعيلي، ده شيء مؤلم. النادي الاسماعيلي على مدار التاريخ كان بيبقى فيه لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته واثنين متواجدين في الملعب. في هذه البطوله لا يوجد لاعب من النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي في مركز عاشر، النادي الاسماعيلي الفارق ما بينه وبين المقدمه كبير جدا. فمطلوب من النادي الاسماعيلي، مطلوب من اداره النادي الاسماعيلي، مطلوب من الجهاز الفني التركيز العالي، الانضباط، الاصرار، التحدي، الرغبه في عوده النادي الاسماعيلي لوضعه الطبيعي. كابتن محمود، في نهايه حواري النهارده اهم حاجه وده هدفنا طول الوقت من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، اللي احنا يبقى هدفنا في الاول وفي الاخر الروح الرياضيه اللي احنا اتعلمناها كلنا والعلاقه المحترمه اللي تظل ما بين كل الانديه ما بينها وبين بعضها. في نهايه حواري حابب تقول ايه يعني اخيرا سريعا كابتن؟ اسمح لي يا كابتن، انا بس طبعا رحمه الله كابتن ثابت البطل، يمكن انا اتعاملت معاه 3 سنين، يمكن حضرتك فكرتني بحاجات كتير جدا معاه الله يرحمه وسامحه. كان بيحب الكوره جدا، يحب النادي الاهلي على فكره، احنا كنا بنروح نلاقيه في النادي، يمكن حضرتك انت اتعاملت معاه، هو كان عايش في النادي الاهلي، كان منضبط وملتزم، يمكن كان بيكلمنا او قبل اي مباراه بيخلينا احنا عايزين المباراه تبقى الوقت، يعني راجل بيحب النادي ودي رحمه الله عليه، وربنا هو اكيد هو في مكان احسن من احنا، وربنا يرحمه. حاجه ثانيه انا بتمنى ان خلاص احنا يعني ما فيش جماهير يا كابتن، يعني احنا الاستادات كلها بتبقى فاضيه، تحس ان انت بتلعب تقسيمه، انا بتمنى يبقى روح الجماهير كويسه، نسيب التحكيم اللي يحكم الحكم بشر لازم يخطا، مش عايزين نعلق الشماعه. انا نفسي يبقى في حكم، ممكن في يوم من الايام ممكن كابتن حمزه يطلع يبقى فيه مدير فني جريء يقول لك انا النهارده غلطت في كذا وغلطت في كذا، انا كنت المفروض اعمل كذا ما اعملش كذا، مش هندم كل حاجه على شماعه التحكيم. اللعيبه نفسي نقف في نص الملعب زي ما احنا بنتفرج على برشلونه وباريس سان جيرمان دلوقتي، الفرقه بتتغلب بينزلوا بيسلموا على بعض يا كابتن وخلاص المباراه خلصت، المباراه في النهايه 90 دقيقه. بتمنى ان احنا نتحلى بالروح الرياضيه خصوصا ان الفرقتين كويسين. لكن الحاجه الثانيه انا بتكلم، انا اسف انا خلصت، انا بتكلم ان ما اعتقدش ان الكابتن حسام البدري هيبقى عنده مشكله في التشكيل، لان عنده وفره كبيره جدا في اللعيبه، لو غاب عبد الله سعيد ممكن عبد الله يلعب، غاب مروان محسن ممكن كوليبالي، عنده لعيبه كتير ممكن تؤدي نفس المهمه في الطريق. المخرج بيامرني بالنهايه، انا اسف طولت. لا انت ضيفي وعلى راسنا منفوق، ده بيتك طبعا. وطبعا الكابتن حمزه جمل من الشخصيات اللي انا يعني كان وحشني جدا ومبسوط جدا انا شفته النهارده، سعيد والله. خليني اقول لك النهارده شرفتني ونورتني وببقى مبسوط، ونجوم النادي الاهلي يبقوا موجودين معانا ويجوا بيتهم يفتحوا قلبهم لجماهير النادي الاهلي. انا سعيد وانا جاي بيت يا كابتن، والكابتن كان في يوم من الايام الكابتن حمزه هيبقى موجود معانا، بس طبعا نجم الاسماعيلي وما كانش حد يقدر يسيبه يعني في الاسماعيلي. كابتن حمزه شرفتني ونورتني وسعدت باللقاء مع حضرتك. سعيد جدا انا في وسط اخواتي، ربنا يخليك، واتمنى كل التوفيق للكره المصريه
والانديه المصريه ونشوف عوده الدوري قويه جدا ان شاء الله في الدور الثاني، ونشوف تحسن في المستوى وفي الاداء وفي النتائج ان شاء الله باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا. هذه العلاقه اللي احنا بنحب نشوفها ما بين كل الانديه، زي ما النجوم بيتقابلوا ويتكلموا، اتمنى كمان لكل الجماهير يبقى على قدر الثقه. انا عارف الجماهير مش موجوده في الملعب، بس هيجي في يوم من الايام الجماهير هتبقى موجوده، ودي حاجه صعبه علينا جدا جدا. اكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.